بالمجمل لم يتم التصويت على الموازنة. الآن عاد البرلمان إلى المواد التي رحلها في وقت سابق، وتحديدا المادة 43 التي تخص الصندوق أو اختيار سامراء عاصمة سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية، وأيضا الصندوق الخاص بالمحافظات الأشد فقرا في المادة 43 لبابل والسماوة وكذلك الديوانية. تم التصويت على هذه المواد التي رحلت في وقت سابق، والآن أيضا تم حذف المادة 42 وهي الخلافية التي تخص فرض ضرائب على الشركات النفطية العاملة في جميع المحافظات في العراق. رفضت هذه المادة من قبل نواب البصرة وكذلك نواب كتلة سابقون، رفضت هذه المادة بعد التصويت عليها في الفضاء الوطني. والآن تحول البرلمان إلى ما تبقى من مواد الموازنة فقط ثلاث مواد، 15 16 17، هذه المواد الخاصة بالإضافات والتعيينات والتعديلات. المادة 15 ستضاف عليها بحسب اللجنة المالية 175 ألف درجة وظيفية بصفة عقد موزعة على الهيئات والوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة. وكذلك فقرة أخرى مطالبات الشرائح بالتعيين والإنصاف والتعاقد والأجور وكذلك إنصافهم من خلال المطالبات التي وصلت إلى البرلمان. اللجنة المالية طبعا اللجنة المالية عبر رؤساء الكتل أخذت موافقة الحكومة أو أخذت رأي الحكومة لإضافة هذه المواد حتى لا يتم الطعن بها في وقت لاحق أو لا تكلف الموازنة أعباء مالية أخرى من أجل تكييف هذه الأوضاع. المادة 16 والمادة 17 الخاصة في الإجازة، منح الإجازة للموظفين إجازة الخمس سنوات كما هو معروف، وأيضا عدم منح درجات وظيفية عليا من مدراء عامين صعودا في هذه المواد. أعتقد يا نجاح بحسب المعلومات المتوفرة من أعضاء اللجنة المالية أن المادة 15 فقط إذا تم التصويت عليها أو تعديلها والتصويت عليها ستنتهي الموازنة ويذهب البرلمان إلى التصويت بالمجمل على القانون، وهو المتفق عليه بين كل الكتل النيابية داخل البرلمان بعد وصوله إلى التصويت على جميع المواد المضافة والأصلية والمعدلة وكذلك فيما يتعلق سجاد وأيضا الفقرات التي هنالك حديث يعني لربما البرلمان الآن بصدد إضافة الكثير من المواد خصوصا فيما يتعلق بمواد في موازنة مجلس القضاء الأعلى. قبل ذلك سجاد حتى لا يفوتنا أسأل، هل صحيح أنه تم إلغاء استحداث الدراسات العليا في الجامعات الأهلية؟ حذفت هذه الفقرة؟ نعم نجاح، المواد المضافة في نهاية الموازنة بعد المادة 68 هي تقريبا أربع مواد. موازنة مجلس النواب تم التصويت عليها بالكامل، موازنة مجلس القضاء الأعلى الاستثمارية والتشغيلية تم التصويت عليها بالكامل، موازنة المحكمة الاتحادية تم التصويت عليها بالكامل ضمن فقرتين أو مادتين، مادة خاصة بالسلطة التشريعية ومادة خاصة بالسلطة القضائية. وأيضا الآن أحد الزملاء يقول تم التصويت على المادة 17 وهي الخاصة بمنح الإجازة للموظفين. أيضا بالعودة إلى المواد المضافة، هناك مادة لاستحداث الدرجات أو استحداث الدراسات العليا في الجامعات والكليات الأهلية مكونة من ثلاث بنود أو ثلاث فقرات، تم التصويت على فقرتين وحذف المادة المتعلقة أو الفقرة المتعلقة باستحداث الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد الأهلية على اعتبار هناك اعتراضات من نواب كثر داخل اللجنة المالية. نحن الآن بانتظار المادة 16 والمادة 15 الخاصتان بالدرجات الوظيفية وتنظيم حركة الملاك وتكييف أوضاع العقود والأجور والمحاضرين، بعد التصويت أيضا على فقرات خاصة باستحداث درجات وظيفية في المواد الختامية أقصد للفاحصين على وزارة الدفاع بما لا يزيد عن 1200 درجة وظيفية بعد تدقيقها طبعا من ديوان الرقابة المالية، وأيضا استحداث درجات وظيفية لعقود الآن 16 المادة 16
تمضي ويصوت عليها مجلس النواب باستثناء المادة 15 أيضا هي المادة الأقوى والأكثر أهمية بالنسبة للبرلمان وكذلك لشرائح المجتمع التي حاليا تنتظر التصويت على هذه المادة. بالعودة للمواد الختامية أيضا تم التصويت على مادة إضافية لبشائر الخير في ديالة وبشائر في ميسان وكذلك المحاضرين 703 عددهم في العاصمة بغداد وبقية التخصيصات الأخرى أيضا ضمن هذه الفقرة درجات وظيفية لعقود أم الربيعين إسناد أم الربيعين في محافظة نينوى وهذه المواد تم الانتهاء منها بالكامل. نحن الآن أمام فقط مرحلتين التصويت على المادة 15 الخاصة بالشرائح والتعيينات والتصويت بالمجمل على القانون ويمضي قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات بدءا من هذه السنة والسنتين اللاحقتين.